لم تستسلم للظروف الصعبة، وكغيرها من أمهات طرطوسة المنتجات تعمل أم المجد وهي أم لثلاثة أبناء ضمن مطبخ للمأكولات الشرقية والغربية والحلويات بمدينة طرطوس لتؤمن لقمة عيش كريمة لها ولأبنائها. أنا أم لثلاث أولاد، بنت وزوج صبيان. الكبيرة فيهم حسن، هي حسن تخرجت أدب عربي، ومجد الوسطاني ما يدرس تجارة واقتصاد، ما حد تقني حاسب، والصغير هندسة اتصالات. وبلشت شغل من ضمن البيت، وبعدين طلعت وفتحنا لحالنا محل حلويات وفطاير وطبخ، مطبخ كامل يعني من كل شيء، مشاوي غربي وشرقي. بالرغم من هالظروف الصعبة يعني بشتغل من الصبح للمساء لزبط أمور الأولاد ويعيشوا حياة كريمة. أنا أم بدي عايد كل أمهات وبالأخص أم سورية، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير، والله يرحم الأمهات المتوفايين، وينعاد وإن شاء الله تكون أيام خير لبلدنا. المطبخ الذي تعمل به أم المجد مع شريكها وعدد من السيدات يقدم الوجبات على اختلاف أنواعها، بالإضافة لقسم خاص للحلويات. حبيت شارك أنا وأم مجد، حسيت المرة المكافحة لعيشت عائلة كاملة وربت ثلاث أولاد ووصلتهم على الجامعات وخلصوا، ومشهورة بأكلها وبحلويات اللي بتشتغلها وبالمعجنات وبالطبخ العربي الأكيد اللي تميز فيه بشكل قوي، وكل العالم بتحب أكلها ولقمة الطيبة. أمهات سوريا ومن رحم الأزمة يثبتن بأنهن قادرات على تحمل عبء الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، قادرات على العطاء، وأم المجد مثال على ذلك. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.